ويصل في هذه اللحظات موكب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، الذي يرعى افتتاح مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، ويستقبل الآن من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة المكرمة، أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الصحة، ويقبل حفظه الله طفلين وهما يرحبان به حفظه الله. السلام الملكي. بسم الله القائل: وإذا مرضت فهو يشفين، والحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي خادم الحرمين الشريفين، سيدي النائب الثاني، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا خادم الحرمين الشريفين، وأنت تفتتح على بركة الله إنجازا طبيا لأبناء هذا الوطن في مكة المكرمة ومعتمري وحجاج بيت الله الحرام.
يضاف إلى العديد من الإنجازات التنموية المباركة في عهدكم الميمون لخير مواطنيكم والمقيمين على أرض هذا الوطن العزيز. خير بداية لهذا الاحتفال الذي تقيمه وزارة الصحة آيات بينات من القرآن الكريم يرتلها المهندس الطبي عبد الله عبد الرحمن خليل من منسوبي وزارة الصحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. الكلمة الآن يا سيدي لمعالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيراً وأعظم أجراً، والصلاة والسلام على الرسول الأمين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستهل كلمتي هذه بخالص التهنئة لمقامكم الكريم ولصحبكم الكرام بعيد الأضحى المبارك وبالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم الحج لهذا العام،
مؤكداً أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام إلى هذه الساعة مطمئنة ومتميزة ولله الحمد والمنة رغم كل التحديات وانتشار وباء الإنفلونزا المستجدة AH1N1 في كافة أنحاء العالم، وذلك بفضل الله وتوفيقه، ثم بدعمكم الكريم وتوجيهاتكم السديدة، وسمو ولي عهدكم الأمين وسمو النائب الثاني حفظكم الله جميعا. أيها الوالد القائد، أستميحكم العذر بالرجوع إلى ثلاث مناسبات هامة تؤكد دعمكم غير المحدود لصحة المواطن السعودي الكريم، وإلى كل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وكذلك للعاملين بهذا القطاع الحيوي الهام. أولاً، في يوم الثلاثاء الموافق 17/5/1430 هجري، اعتمد مقامكم الكريم الكادر الصحي لجميع العاملين في القطاع الصحي لكافة المستشفيات والمؤسسات الحكومية، والذي أسس على مبادئ العدل والمساواة والندرة والتميز، لإرساء نظام شامل وعادل لأبناء وبنات مملكة الإنسانية. ثانياً، في يوم الاثنين الموافق 17 رمضان/1430 هجري، صدرت موافقة مجلس الوزراء المؤقر على استراتيجية الرعاية الصحية لكافة القطاعات بالمملكة، ووجهتم يا رعاكم الله مجلس الخدمات الصحية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإكمال تفاصيلها. ثالثاً، في آخر ليلة من رمضان، وفي ليلة ختم فيها القرآن الكريم، ورغم تعدد مشاغلكم وكثرتها أعانكم الله، فقد تفضلتم بالاطلاع على المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وبكلمات أبوية حكيمة لقيادات وزارة الصحة وجهتم بما يلي: كل شيء في صحة الشعب السعودي أنا معه على طول الخط، وصحة المواطن تهمني، لأن أبناؤكم فيها وأمهاتكم فيها وآباؤكم فيها، ولأن أبناء الوطن هم أبناؤكم، ولهذا لازم الإنسان يداريهم مثل ما يداري أبناؤه، لأن هؤلاء أبناؤكم وأبناء وطنكم. ونحن نقول لمقامكم يا والدنا، إنما يهم الوطن ويهمكم فهو واجب علينا جميعا، ونعدكم بأن نعمل على هذا النهج القويم والتوجيه الكريم في كافة القطاعات الصحية بإذن الله تعالى، ونأمل أن يكون هذا المشروع مشروع خير وبركة للوطن والمواطن بعد اعتماده، لأنه أسس على مبادئ العدل والشمول والمساواة وحسن التوزيع التي أرسيتموها يا ملك الإنسانية، كما يعتمد على المعايير العالمية والوطنية.